صباح الخير والنور والسعادة عليكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله زملائي في الاستديو، نحييكم ونرحب بكم في جولة صباحية جميلة من هذا المعلم التجاري المميز طبعا في إمارة الشارقة من سوق الجبيل. واليوم جولتنا معاكم إن شاء الله من قسم الخضروات والفواكه، قسم الألوان، قسم الروائح الطيبة، نستعرض إن شاء الله فيها وياكم اليوم أسعار الخضروات وأيضا الفواكه من هذه المحلات الموجودة عندنا في سوق الجبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب؟ طيب. مرتاح إن شاء الله؟ كيف حالك؟ الله يخليك، تعال بارك الله فيك. شو اليوم عندك فواكه اليوم زيادة؟ فواكه كله في موجود. ما شاء الله، شو الموسم الحين؟ هذا مال كاكا. موسم الكاكا الحين؟ أيوه. هذا ملوين؟ هذا مال لبناني. لبناني، حلو ولا مو بحلو؟ حلو. إسباني يقولون زيادة حلو. إسباني بابتي. بعد موجود. إسباني بابتي. هذاك أكبر يجي شوي. مال لبناني هذا موجود. نعم، ما شاء الله، عندنا اليوم لبناني، ايه؟ هذا البرتقالي. هذا إيه. وعندنا أيضاً لبناني الأحمر اللي موجود الآن فوق، براويكم إن شاء الله مشاهدين الأعزاء. مال أفريقيا. هذا هني اللبناني الأحمر ما شاء الله، هذا كم سعره؟ هذا 20. 20. كرتونة 20. 20 درهم، زين والإسباني اللي فوق؟ إسباني 45. 45، أغلى شيء الإسباني ها؟ الاسباني شوي هذا كرتون قبيل. لا نعم، الحجم كبير والكراتين ايضا اكبر مشاهدينا الاعزاء، والسعر على 45 وهذا 25. لا 20. 20 درهم. نعم. وهذا الصغير هنا كم؟ هذا 2.25. 2 على 25، الاطباق صغار هني على 25 درهم مشاهدينا الاعزاء. نعم. بالنسبه لفاكهه الكاكا اليوم توفرت عندنا ما شاء الله بكميات واحجام ايضا مختلفه والاسعار ايضا مختلفه. التين عندك على كم هنا؟ التين هذا 35. 35 سعودي كرتون. هذا ملوين تركي على 35. زين هذا التين شوكي الحين؟ التين شوكي هذا مال تونس على كم؟ 15. 15 هم بحين كم سعر مال؟ هم 25. بعد غالي. أولين شو قال؟ أول 20. أول 20. 20 ورد على 25. أولين شو شو فوق لعلي. 20 25 30. نعم. هذه طبعا الهمبة اللي تينا من مصر مشاهدينا الأعزاء. أيوه. وموجودة عندنا الآن بكميات أيضا تعتبر، دائما نقول نحن نهاية الموسم لكن ما شاء الله متوفر لأن هذه تعتبر الآن اللي هي تم تجميدها. نعم، تم تجميدها والان تم انزالها في السوق مشاهدينا الاعزاء. عندنا هنا بعد ما شاء الله مجموعه من الجوافة. الفواكه، الجوافه على كم الحين؟ 15 2 كيلو. 15 2 كيلو. اول 25 20 الحين نزل السعر الى 15 درهم مشاهدينا الاعزاء. عندنا هنا ايضا العنب ما شاء الله والمشمش. العنب على كم؟ 12. 12 درهم كيلو. كلهن ولا كل نوع غير؟ لا نوع غير، هذا لبناني. هذا على كم؟ هذا 12. وهذا؟ هذا 12. والثاني؟ هذا 15. والإعدادي؟ هذا 12. 12 ما شاء الله. انزين هذا المشمش؟ مشمش 20. على 20 هذا ما شاء الله، المشمش على 20. والخوخ عندك بعد؟ اي موجود. ايه. هذا الخوخ متوفر اليوم، كم الخوخ بعد؟ خوخ كيلو 20. على 20 درهم، على 20 درهم بالنسبة لي الخوخ. تعال انزين هني عندنا الكمثرة وهذه السنطرة، هاي فنانة من وين هاي السنطرة؟ تشاينا. ها الصيني. من الصين ما شاء الله. 15. على 15 ها؟ كيلو. هذا 10. على 15. وعندنا الكمثرة 10 على 10. لبناني ولا جنوب افريقي؟ لا مال سود افريقي، جنوب افريقي. انزين عندنا الكيوي الذهبي. كيوي جولدن. هي كم هذا؟ كيلو 35. 35 والثاني؟ هذا 20. على 20. طبعا الذهبي معروف دائما مشاهدين الاعزاء سعره يختلف، حتى شكله سبحان الله غير عن الثاني. هذا يكم شويه مثل ما تحسون اللون، وايضا في عليه الفرو هذا، لكن هذا حلو زياده، املس وايضا حلو اكثر كطعم يعني. غير طعم عن هذا النوع. انزين عندك الشريفه، الشريفه كم قلنا هني؟ 40. 40 درهم، هذه من الهند طبعا. واللبناني؟ اللبناني كم؟ اللبناني 25 ساعة. 25 بنصير نشوف وياكم اللبناني بعد متوفر اليوم طبعا في الصناديق اللي فوق، هذه الاحجام الكبيره طبعا. هذا هو عندكم الشريفه اللي تينا من لبنان، الاحجام الكبيره اللي نشوفها وياكم هني مشاهدين الاعزاء ما شاء الله تتوفر دائما عندنا في سوق الجبيل. وهذا ملوين بعد هنا؟ لبناني. هذا لبناني بعد. 60. 60 درهم كامل. هذا صندوق كامل، صندوق على 60 درهم اليوم. عندنا بعد اليوم الكستنا. الكستنا بعد 10 الان توفرت ما شاء الله وموجوده عندنا. كم سعر الكيلو؟ 10 كيلو. 10 دراهم للكيلو الواحد اليوم عندنا من الكستنا. عندنا ايضا الرمال اليمني. رمال يمني بعد موجود ها؟ موجود. كم الحين واصل؟ 10 كيلو. 10 صندوق 100. صندوق ب 100 والكيلو على 10. دائما السعر يكون بين 8 7 6، لكن الان السعر على 10 درهم مشاهدين الاعزاء بالنسبه لكيلو الرمان. والصندوق بغيته على 100 درهم. عندنا التفاح ايضا الاصفر والاخضر والاحمر، شو اسعار التفاح اليوم؟ 7 ريال كيلو. 7 درهم. 7 درهم للكيلو الواحد اليوم عندنا من التفاح مشاهدين الاعزاء. عندنا ايضا الباباي هنا. باباي 10 درهم. على 10 باباي. باباي على 10. الشمام كم واصل حاليا؟ الشمام كيلو 6 ريال. على 6 درهم. على 6 درهم اليوم. درهمين. واليح على درهمين. اليح على درهمين والشمام على 6 درهم. الشمام طبعا بين فتره وفتره يختلف سعره مشاهدين الاعزاء. الله يعطيك العافيه، شكرا، جزاك الله خير، نشوفك ان شاء الله على خير في جولات قادمه ان شاء الله مشاهدين الاعزاء. طبعا محلات ها ابوي بطيخ شو؟ ايه الكبير هذا نفس هذا اللي هنا. هذا نفس اليح، هو
يسمون البطيخ ريح مشاهدين الاعزاء، فهذا الريح موجود عندنا وبالغ ما شاء الله، واليوم على درهمين. درهمين اليوم في خصم ولا ما في خصم؟ خصم ريالين ونص. عنده درهم بعد؟ درهم نص. لا ها ما يسوي درهم نص. شيل انت شيل ما جزاك الله خير. كمل وياكم ايضا جولتنا مشاهدين الاعزاء. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب الحين انا بسرك شيء، بس الذره هذا على كم تعرف ولا ما تعرف؟ كيلو؟ ايه كيلو 6 درهم. الكيلو على 6 درهم. بالنسبة للذرة خبرناكم مشاهدينا الأعزاء، اليوم عندنا هذه الكمية الطيبة، والذرة طبعا الحين مثل ما خبرناكم موسم الشتاء، وتينا هذه ما شاء الله البضائع للشتاء مشاهدينا الأعزاء. تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. لولو ها؟ لولو لولو هذه اللولو ما شاء الله تبارك الرحمن. والسعر قلنا اليوم على 6 دراهم. 6 دراهم اليوم سعر الكيلو. الأسعار السابقة كانت على 12، اليوم على 6 دراهم. بالنسبة للذرة طبعا شوفوا اللون، هذه طازجة ما شاء الله، قطف جديد يعني مثل ما شوفوا ياكم. والسعر اليوم على 6 دراهم. الكيلو كم حبة تقريبا؟ من 3 إلى 4. 3 إلى 4 على حسب حجم الذرة اللي موجودة، بتعرفون عقب السعر مشاهدينا الأعزاء. جزاك الله خير. نزل شو عندك بعد هنا أبوي؟ هنا كستنا عندك بعد اليوم؟ كستنا في بعد الحين ماشي، كستنا وذره ما شاء الله موجود. كم عندنا كستنا؟ كستنا كيلو 10. عشر بعد ما في شويه رخيص؟ رخيص ماشي رخيص على 10. بس شوفوا عاد الكبار ما شاء الله، ها تبارك الرحمن. شوف اول مره هذه له طبعا الاحجام الكبيره، الصغار هي لكن على 6 و7 دراهم، لكن صغار جدا. اليوم عندنا هذه الكبار على 10 دراهم للكيلو مشاهدينا الاعزاء، لكن ما شاء الله مثل ما شوفوا ياكم الاحجام الكبيره. الموز على كم اليوم عندك؟ 6 دراهم. على 6 دراهم. 6 دراهم تشيكيته هذه طبعا على 6 دراهم. مزي الحين اليوم احنا ما سمنا الطماطم اليوم صندوق كم؟ 15 درهم. السعر يعتبر ثابت على الطماطم مشاهدين الاعزاء من فتره، 15 12 درهم. والاوزان طبعا بين 6.5 إلى 7 كيلو في السحارة او في الصندوق الواحد. هناك عندنا ايضا النوع الثاني اذربيجان، هذا 30 درهم 30 درهم للصندوق كامل. كم كيلو فيه تقريبا؟ 6 إلى 7 كيلو مشاهدينا الاعزاء في هذه الصناديق بالنسبه للطماط. شكرا جزاك الله خير، بارك الله فيك. طبعا الاسعار مشاهدينا الاعزاء بغيتوا بالصناديق بغيتوا بالكيلو، كل شيء متوفر الحمد لله في هذا السوق الجميل. وطبعا عندنا محلات متخصصه في بيع الخضروات، وفي محلات متخصصه في بيع الفواكه وما شاء الله، ومحلات شراء ما نشوف عندنا هنا ايضا متخصصه في بيع المكسرات والحبوب، واشياء كثيره ما شاء الله متوفره في سوق الجبيل. هنا عندنا بعد هذه المحلات هنا ما شاء الله شراء ما نشوف الان اقبال على اليح على الفواكه الثانيه ما شاء الله مثل ما نشوف وياكم من الهمبه، وعندنا اشياء طيبه ما شاء الله هنا. السلام عليكم، كيف الحال الغالي؟ كيف حالك؟ طيب يعطيك الصحه والعافيه ما شاء الله تبارك الرحمن. شو هالمنضده الجميله هاي ما شاء الله تبارك الرحمن. انواع الرمان اللي عندك؟ رمان مصري، رمان سوري. مصري والسوري عندنا اليوم. هذا من وين الحين؟ هذا مصري. المصري كم سعره اليوم؟ صندوق 18 صندوق بالكيلو. صندوق 18 18. والهمبه؟ همبه صندوق 28 28 مصري. الان سعر شوي رد تغير، وصلنا 25 20 25 28 الان على حسب اخر الموسم السعر بتغير شوي. اخر الموسم طبعا يتغير السعر مشاهدين الاعزاء. العنب انواع ما شاء الله. العنب في افريقي وفي لبناني، نوعين اخضر واسمر. نعم. الاسعار 12 درهم اللون الاسمر بس ب 15 15 هذا النوع، وهناك الانواع الثانيه على 12 درهم. بالنسبه للتفاح؟ التفاح كيلو 7 درهم 7 درهم والنوع الثاني الاحمر 7 درهم برضك نفس السعر 7 درهم. التفاح دائما بين 7 الى 6 درهم. عندنا ايضا علب الفراوله هنا مشاهدينا الاعزاء. علب الفراوله كم هنا عندك الحين؟ الفراوله 10 درهم لحظة. على 10 درهم. الكاكا الان موسمها ما شاء الله، عندنا الاسباني عندنا اللبناني صحيح؟ لبناني اللبناني واسباني. الاسباني شو الاسعار عندك بالنسبه لي فاكهه الكاكا؟ عندك صناديق الاحجام هذه الكبيره، عندنا الصغار، عندنا ايضا الاحجام الاكبر، فشو اسعارك بارك الله فيك؟ اللون الحجم ده ب 25، اللون كبير، وفي نعم. الثاني ب 12 درهم اللون الصغير. الصغير، الصغير ب 12 12 والكبير ب 25 25 درهم. هذه طبعا عندنا الكاكا اللي تينا من لبنان مشاهدينا الاكارم. عندنا ايضا اليوم ما شاء الله السفرجل، شوفوا هناك الاحجام والنوعيه ايضا شيء طيب ما شاء الله. السفرجل كم عندك؟ السفرجل اللي موجود تركي كيلو ب 12 درهم 12 درهم. هذه عندنا هني كميه ما شاء الله. الوزن هذا كم تقريبا هنا؟ 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو تقريبا من السفرجل. وعندنا ايضا كمثرى، الكمثرى اللي هي من جنوب افريقيا مشاهدين الاعزاء، تتميز هذه ما شاء الله بان طعمها حلو جميل. هذه الانواع شوفون هنا ويانا، هذا اللون هنيكم غير وطعمه غير مميز. كم سعر الكيلو هنا عندك؟ كيلو 12 درهم 12 درهم للكيلو الواحد. والشريفه هذه من وين اللي عندك هذه؟ شريفه لبناني. لبناني سعرك كم هنا اليوم؟
كيلو ولا صندوق؟ الصندوق بالكيلو يعني عطنا الاسعار. صندوق 70 درهم كيلو 25. 25 للكيلو والصندوق على 70 درهم بالنسبه لي الشريف اللي يتينا من لبنان مشاهدينا الاعزاء. تبارك الرحمن. والرمان هذا قلنا السوري ولا المصري هذا؟ رمان مصري. وهذا الثاني اللي هنا شو عندك عفوا؟ هذا سوري. هذا السوري. شو الفرق بين السوري والمصري؟ نشوف. عطني هذه القطعه معي كمر، هذه مفتوحه هنا. شو الفرق كطعم كحموضه كحلا؟ السوري حامض حلو والمصري حامض حلو برضه. نفس الشيء، حامض حلو وحامض حلو. يعني بغيتوا للعصير، بغيتوا للسلطات، لنوع معين من الاكلات، طبعا تستخدمون هذه الانواع الجميله مشاهدينا الاعزاء من الرمان. عندنا السوري وعندنا ايضا اليوم الرمان المصري. يعطيك العافيه، جزاك الله خير. شكرا. ما قصرت، بارك الله فيك. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، كنا طبعا معاكم في جولة صباحية جميلة من هذا المعلم التجاري والسياحي المميز في إمارة الشارقة من سوق الجبيل. واليوم جولتنا كانت معاكم من قسم الخضروات والفواكه، استعرض فيها مجموعة من المحلات واستعرضنا أيضا أسعار الخضروات وأيضا الفواكه. حياكم الله، أشوفكم إن شاء الله على خير، وأتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم هذه الفقرة، ومع السلامة.